المشاهد أحبائي أرحب بكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح والجزء ده من المدرسة مختلف عن كل الأجزاء الأخرى لأننا نتكلم عن تعليم ومعجزات السيد المسيح ما قاله المسيح ما علمنا إياه ما صنعه المسيح ليجسد الملكوت ليعلن عن نفسه وعن فكره وعن طرقه وعن التعليم اللي احنا مدعوين أن نفهمه وأن نعيشه وأن نحياه فدي فرصة هايله الجزء ده اننا نطبق حاجات كتير قوي من اللي اتعلمناها في المدرسة ازاي من النص بنطلع الحقيقة ازاي نعمل دراسة كتابية في حياتنا الشخصية وفي مجتمعاتنا المسيحية عشان نقرأ الكتاب ونقرأ ما قاله المسيح ونفهمه ونتعلمه ونحياه تكلمنا عن المبادئ الحاكمة تكلمنا عن الأسئلة الرئيسيه واتكلمنا ان في المثل دايما في خصائص مهمه جدا اهمها ان عمر المثل ما يتطابق مع الحقيقه وانا لاحظت اكتر من مره ان حضرات كل شويه يقول لي بس المثل بيقول كذا احنا اتفقنا المثل مش بيتطابق مع ايه مع الحقيقه مبادئ اساسيه لفهم المثل يشبه ولا يتطابق لو كان تطابق ما كانش هيبقى في احتياج للمثل المثل بيشرح جانب من الحقيقة علشان كده احتاج المسيح أن يذكر أكثر من مثل قد يكون التشابه في التناقض مع الحقيقة زي مثل قاضي الظلم الأمثال الصعبة شرحها المسيح زي مثل الزارع ومثل قاضي الظلم النهارده هنعمل هنبتدي حن... بمثل مثل الوزنات والامناء دول مثلين واحد جه في متى واحد جه في لوقا بينهم تشابه كتير قوي وبينهم اختلاف في صوره معينه مش كده صعب اخد المثل ده لوحده اخد المثل ده هناخد المثالين مع بعض لانهم بيكملوا بعض وبيطلعوا باستنتاج واحد ودي مره تانية واحده من روائع ان عندنا اربع اناجيل ناس بتقول إيش عندك اربع انجيل ده امتياز عظيم ان انا عندي اربع كتاب للانجيل الواحد الانجيل هو حياه المسيح هو شخص المسيح هو الكلمه الذي صار جسدا هو ده الانجيل بتاعنا كلمه الله الذي تجسد في المسيح كتبوه اربع كتاب كتبوه من زوايا مختلفه والمره دي هنشوف حقيقه واحده مكتوبه من زاويتين في المقدمة بعبارات مختلفة وفي الخاتمة بنفس النتيجة بنفس الدرس بنفس اللي ينبغي أن نتعلمه وقيمة أن عندنا صورتين مختلفتين لحقيقة واحدة في هذا المثل مثل الوزنات ومثل الأمناء وحنشوف وإحنا بندرس يعني إيه عمر المثل ما يتطابق مع الحقيقة وحبدا واحد بقى من الأسئلة اللي هنسألها فين المثل ده لا يتطابق مع الحقيقة وفين يتطابق مع الحقيقة عشان ابقى دايما عيني متعوده تتعلم الحكايه ديت ان عمر المثل كل كلمه فيها بتقول الحقيقه فيها حقائق واضحه بتجسد حقائق لكن عمرها ما هتبقى بالظبط زي الحقيقه الكامله طيب اسمحوا لي عشان اكيد انتوا هتفضلوا عشان تقرا من الكتاب من الانجيل ده ومع من الانجيل ده هنوزع برضو عليكم الاتنين على بعض يعني المثلين دول على بعض من متى ومن لؤى عشان نقدر نقراه مع بعض الاثنين دول يبقى قدامك طول الوقت وتفكر فيه وتتامل فيه وتخطط فيه وترسم فيه وتطلع منه المعاني والاسئله اللي احنا هنسالها <applause> قبل ما نقرا المثل زي ما تعودنا بنقرا الايه قرينه مش كده ايه المناسبه اللي اتقال فيها المثل ايه اللي قبل المثل ده وبعديه عشان نحط الجزء ده من الكتاب في موضعه الصحيح، في سياق الحديث، المناسبة التي قيل فيها هذا المثل، السبب الذي من أجله صنعت هذه المعجزة أو قيل هذا التعليم، مظبوط؟ فقبل ما نقرا اسمحوا لي آخدكم مع بعض عشان نقرا القرينة في المثلين، وهنلاقي دايماً المرة دي احنا عاملها لكم جدول كده، متى 25 و اللي هي الوزنات ولؤة 19 اللي هو مثل الامناء وهنتكلم بعد شويه ايه الوزنات والامناء ديت يعني كل الحروف دي والكلمات الصعبه دي هنفك الالغاز بتاعتها. تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ اللي هو ايه؟ ما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر؟ يبقى سياق الحديث سؤال عن انقضاء الايه؟ الدهر اواخر الايام نهايه الحياه نهاية الحياة، فالمثل ده واحد من أمثلة النهايات النهايات. هنشوف نفس الحكاية في لقاء 19، إذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عطيد أن يظهر في الحال، وأصدوم ملكوت الله يعني ملك الله على العالم وانقضاء الدهور. يبقى إذا المثل هنا في متى قيل بسبب فكرة انقضاء الظهر والناحيه الثانيه بسبب فكره انه ملكوت الله يعلن وكان في ذهنهم ملكوت الله اعلانه معناه نهايه العالم او نهايه هذا الظهر فدول القرينتين فاذا المثل ده مثل قيله بشان النهائيات مش كده او النهايات انقضاء الظهر طيب نقرا المثل ده ونقرا المثل ده بسرعه شديده وبعدين هنمشي هناخدهم كده مقاطع ونقف عندها عشان نشوف هو عايز يقول ايه. كانما انسان مسافر دعا عبيده وسلمهما امواله. يعني هنا كانه اداهم ايه؟ كل اللي عنده مش كده؟ فاعطى واحد خمس وزنات هنعرف بعد ايه الوزنه دي واخر وزنتين واخر وزنه. كل واحد على قدر طاقته عباره مهمه جدا دي هتفسر لنا ليه الاختلاف في كمية الفلوس اللي سابها معاه وسافر الوقت فمضى الذي أخذ خمس وزنات وتاجر بها فربح خمس وزنات أخر وهكذا الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا وزنتين أخريين وأما الذي أخذ الوزن فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده وبعد زمان طويل نهاية الحياة بعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم فجاء الذي اخذ خمس وزنات وقدم خمس وزنات اخر قائلا يا سيد خمس وزنات سلمتني هو ذا خمس وزنات اخر ربحتها فوقها فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك ثم جاء الذي اخذ الوزنتين وقال يا سيد وزنتين سلمتني هو ذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما، قال له سيده نعما او العبد الصالح الامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك، في اي اختلاف؟ بين اللي قاله الاولاني والثاني؟ في بالنص مش كده؟ مهم قوي الحكايه ديت، ان اللي قاله هنا هو اللي قاله هنا، مع ان ده رابح خمسه وده ربح ايه؟ اثنين ثم جاء ايضا الذي اخذ الوزن الواحده وقال يا سيد عرفت انك انسان قاسي تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر فخفت ومضيت واخفيت وزنتك في الارض هو ذا الذي لك اجاب سيده ايها العبد الشرير والكسلان عرفت اني احصد من حيث لم ازرع واجمع من حيث لم ابذر فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفه فعندما جئي كنت اخذ الذي لي مع ربا ربا يعني ارباح أخذوا منه الوزن وأعطوها للذي له عشر وزنات لأن كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان فخذوا منه خلي بالك يعني ده أمر فخذوا منه الوزنة وأعطوها الذي عشر وزنات والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان المثل الثاني دايما لما تقرا الكتاب اتعلم تعمل كده، الاول تروح قاري الجزء، قاري الاصحاح، قاري المثل، قاري المعجزه، وبعدين ترجع بقى تسال نفسك الاسئله وتطلع الاجابات وتستنبط الحقيقه وبعدين تشوف ازاي تطبقها، فاهمين؟ فاحنا بنعمل تجربه حقيقيه، بنقراها الاول، صح؟ احنا مش دايما كان عندنا وقت نعمل كده، بس انا المره دي بناخد تجربه كامله. المثل اللي يشبهه بالضبط مهم قوي 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 ان نحطهم جنب بعض لان بيقول الكتاب قارنين الروحيات بالروحيات لما بنحط الحاجات اللي زي بعضها جنب بعضها بنشوف صوره اكثر تكاملا. اذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا انه كان قريب اورشليم وكان يظنون ان كنت الله قريناها قبل كده فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كوره بعيده بار من عدد 12 لياخذ لنفسه ملكا ويرجع فدع عشرة عبيد له واعطاهم عشرة امناء مختلف الحته دي عن اللي ف... عن اللي هناك صح كده؟ وقلم تاجيره حتى اتي واهل واما اهل مدينتي فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفاره قائلين لا نريد ان هذا يملك علينا. يعني الراجل ده كان زي الملك وراح ياخد ملك اخر ها؟ وبعد قالوا مش عايزينك ما تجيش احنا مش عايزينك تملك علينا. ولما رجع ما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضه ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الاول قائلا يا سيد مناك هنتكلم على ايه المنه دي ربح عشرة امناء فقال له نعما ايها العبد الصالح لانك كنت امينا في القليل فليكن لك السلطان على عشر مدن المكافاه هنا واضحه ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل خمسه امناء فقال لها لهذا ايضا وكن انت على خمس مدن ما قالوش العباره الاولانيه خدت بالكم ثم جاء آخر قائلا يا سيد هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لأني كنت أخاف منك إذا أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصل ما لم تزرع تشبه قوي العبارة الموجودة في متى 25 فقال له من فمك ودينك أي العبد الشرير عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصل ما لم أزرع فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيرفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة بالضبط زي اللي إيه زي الناحية الثانية ثم قال للحاضرين خذوا منه المنة زي ما قالوا كده خذوا منه الوزنة خذوا منه المنة واعطوه للذي عنده العشرة أمناء ده ده عشرة وربع عشرة ها بس قال الذي عنده عشرة ما قالش الذي عنده عشرين خدت بالكم خذوا منه واعطوا الذي عنده العشرة فقالوا له يا سيد عنده عشرة أمناء لأني أقول لكم أن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه اما اعدائي ودي عباره مش موجوده في القصه الثانيه اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي وناس كتير أو بتزعل من الكلمه دي اذبحوهم قدامي طب ايه الفرق بقى ما بين البتاع دوت واللي داعش بتعمله واضح؟ فدول القصتين في تشابه كبير قوي في جزء جزء منهم ورغم ان هنا قال عشرة لكن شفنا ثلاثه بس بتحاسبوا الباقيين اكيد يتحاسبوا مش كده؟ بس ما اهتمش انه يجيب لنا بقيه الثلاثه لان اداني ثلاث انواع مختلفه مش كده؟ العشرة جاب عشرة العشرة جاب خمسة الواحد جاب صفر هنا ادى لثلاثة واداهم كل اللي عنده هنا ما قالش كل اللي عنده خلي بالكوا انه اللي هنا غير اللي هنا لكن النتيجة واحدة العبارة الأخيرة الذي له يعطى وازداد والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه واضحة كده قرينا طيب نبتدي نشوف بقى ونسال نفسنا الاسئله ديت قلنا القرينه ايه المناسبه الحديث يتعلق بايه اتفقنا يتعلق النهاية والمكافاه والحساب مش كده وواضح قوي في الكلام ان هو فعلا بيتكلم عن عن كده طيب السؤال الاولاني هساله لنفسي لماذا في المثل الاولاني اعطى واحد خمس وزنات واحد وزنتين واحد وزنه واحده ليه مع ان في المثل الثاني ادى لكل واحد قد ايه؟ قد اخوه، ادى لكل واحد ايه؟ منة. وهنيجي نقول ايه الوزنة والمنة حالا، ها؟ لكن ليه ما اداش الناس قد بعضها في الأولانية؟ ايوه حسب قدرة الإنسان اللي بياخد الوزنات يعني مش كل واحد عنده كاباسيتي عنده إمكانية قد التاني مش كده؟ في ناس أوسع من التاني في ناس أدخن يعني كده في ناس يعني يعني يعني, سعة الإنسان مش متساوية. صح؟ فهو قال السبب السبب قال هنا بوضوح قال على قدر طاقته دي حته عباره قوي وهنيجي في الفايده في ناس كتير تزعل هو ليه ربنا ما ادانيش قد ماده فلان من مواهب وامكانيات؟ طب لو دي مش طاقتك كنت هتعمل ايه بيها؟ هتبقى عبء عليك، هنشوف الحساب ازاي، مهم قوي انه على قدر طاقتك، فالعباره دي تحفه. تحفه، كلمه مهمه جدا جدا في الفهم بتاع ربنا بيتعامل معانا ازاي، ده اول سؤال، لان هنا ادى قد بعض. هنا ما اداش قد بعض، بس لما ما اداش قد بعض، شرح ليه ما اداش قد بعض، على قدر ايه؟ واضح الحكاية دي? طيب. السؤال الثاني اللي عندنا هنا. ايه بقى حكاية الوزنة وايه المنة وايه الفرق بين الوزنة وبين المنة? ده اللي بنقوله ده دراسة التاريخ والايه? <applause> جغرافيا صح? لما ادرس التاريخ بعرف الحاجات ديت كانت تسوى كام وقتها والنهاردة تسوى كام بالنسبة لنا. مزبوط? عشان نفك الحكاية دي سهل قوي. المنة المنة عبارة عن مية دينار. المنة مية دينار. يعني اللي خد عشر منات يبقى عنده كم دينار ألف دينار سهلة دي ماشي طب الوزنة كلمة وزنة دي اللي هي مثل الوزنات سميناها المنات لأنه أعطوه أعطوه منة وأنا أعطوا خمس وزنات الوزنة قد إيه دي وزنة من الفضة مكيال من الفضة الوزنة دي تساوي ستين منة يعني كم دينار في الآخر ستة آلاف المنة مية دينار الوزنة ستين دينار فاهم يبقى اذا الوزنه تساوي 6000 دينار طب الدينار ده قيمته قد ايه في ذلك الوقت من الكتاب المقدس عارفين الدينار هو اجره عامل في يوم كامل اجره عامل في يوم كامل النهارده اجره العامل في اليوم كام لو جبت واحد مثلا نقاش او بياض او مش عارف ايه او مزارع بديله قد ايه ف... فايه في ناس بتدي 10 جنيه مش كده؟ وفي ناس بتدي 30 جنيه وفي ناس بتدي 50 جنيه على حسب المهاره الحاجه صح كده؟ بس ده يوريك يقرب لك الصوره فالدينار ده مش قيمه قليله. في المتوسط بتاع النهارده احنا بنتكلم عن حوالي ايه؟ 50 جنيه اجره يوم مش اجره ساعه ده اجره ايه؟ يوم فلما انا اديك 6000 دينار ده ده مبلغ ها؟ ده مبلغ. فخلي بالكم اللي خد وزنه واحده ده ما خدش قليل اللي خد وزنه واحده ما خدش ايه ما خدش قليل طيب احنا فكينا بس رموز الارقام عشان نبقى عارفين في الاخر كل واحد خد كام واشتغل ازاي طيب المثل الاولاني مين الشخصيات الموجوده عندنا قلنا من مهم قوي ها؟ مين انسان مسافر انسان مسافر واللي خد خمس وزنات وثلاث عبيده كل واحد واحد خد خمسه واحد خد اثنين واحد خد كويس في حاجه تانية عندي في المساله الاولاني في شخصيات تانية موجوده هنا ما عنديش فانا عندي اربع شخصيات مظبوط السيد وعندي الثلاثه العبيد اللي سلم كل واحد منهم خلي بالكم العباره اللي اتقالت انه اعطاهم كل ما له دي كل ممتلكاته ربنا ادانا كل اللي عنده حتى مهم أوي الحكايه هذه <applause> طيب في المسألة الثاني ايه الشخصيات الرئيسية انسان شريف الجنس ده اللي هو الامير ده مظبوط العشرة عبيد اهل المدينة وبعدين الحاضرين اللي قال لهم قال لهم خدوا منه وادوله مش عارفين الحاضرين دول هم بقيه العبيد ولا هم ناس تانية ولا هم الشعب اللي رحب بيه ولا هم ايه لكن عندنا الاربع كاتيجوريز دول او الاربع قطاعات دول الانسان شريف الجنس العشرة عبيد اللي اداهم بالتساوي وبعدين اهل المدينة اللي رفضوه ورفضوا ملكه وبعدين لما جه قال هاتوا اولئك اللي رفضوني وعشان نحاسبهم وبعدين الحاضرين اللي طلب منهم ان هم يعملوا كده طيب خلينا ناخد المثل حته حته ونمشي جنب بعضه عشان نفكه من من بعضه هنا مسافر دع عبيده سلمهم امواله هنا دع عشرة عبيد له واعطاهم عشرة امناء السؤال هنا هو اداهم عشرة منات وهم عشرة كل واحد خد واحدة ولا كل واحد خد عشرة ايوه اتفضل هو هي كل واحد يوم اداهم واحده عشان هو في 13 بيقولوا اعطاهم كلهم 10 تؤمنات وكمان ايه 16 بتقول ان يا سيد مناك ربح 10 فهو مناك المنه من الواحده بتاعتك كسبت 10 يعني كل واحد خد منه واحده كل واحد خد ايه؟ منه واحده خلاص؟ فنبقى حاسبين كده خدوا قد بعض وكل واحد منه والمنه كام؟ كام دينار؟ 100 100 دينار اجر ثلاث شهور لعامل يعني خد كانه واخد واحد مرتب ثلاث شهور ايه؟ قدام وقال له تاجر بها ماشي؟ طيب الفرق بقى اللي رابح خمس وزنات اللي خد خمس وزنات ربح خمس وزنات عمل كام في المية؟ عمل 100 في المية اللي خد وزنتين ربح وزنتين عمل كام في المية؟ 100 في المية طيب اللي خد منة مش عشرة اللي خد منة واحدة ربح كم منة؟ عشرة, عشرة. عمل كام في المية؟ ألف, ألف. اللي خد منه واحدة ربح كم منه خمسة. خمسة يعني مقارنة بالأولاني عمل كم أرباح من الأولاني عمل خمسين في المية من الارباح الأولاني الثالث هنا ما عملش حاجة مع أنه خد وزنة وزنة ستة آلاف مش مية م? ستة آلاف دينار طمرها والتاني اللي خد منة واحدة اللي هي مية دينار أجر ثلاث شهور برضو طمرها خلي بالكم من المقارنه دي لان ده بيساعدنا قوي مش كده المثلين دول مهمين قوي انه جايبهم لنا هما الاتنين وفي المثل الاولاني اختلاف الكميه اللي اديتها لك لكن لما بجيت بحاسبك حسبتك على الايه عن النسبه مش على الكم حسبتك على النسبه اللي خد خمس وزنات وربح خمس وزنات قال له نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك وقال لنفس اللي كان خد وزنتين وربح ايه؟ وزنتين مظبوط فهنا مفيش التساوي في العطاء لكن المحاسبه كانت على النسبه من الربح النسبة من الاستثمار، ده عمل في المية، ده عمل في مية في المية، الاثنين خدوا نفس المكافأة، نفس الأبريزا نفس الترقية، نفس الشهادة، نفس الشهادة. ما قالوش في ده شهادة الشهادة واحدة اللي خدها ده زي اللي خدها ده. لكن هنا هم خدوا بالتساوي لكن ما ربحوش قد ايه؟ قد بعض. فالمكافأة ما كانتش ايه؟ قد بعض. فاهمين؟ متابعين القصه دي؟ فالتوزيع هنا حلو قوي لان هنا ما خدوش قد بعض لكن حاسبني على النسبه، هنا خدوا قد بعض فتحاسبوا على الايه؟ على الانكم على على الوارد. بتحاسبوا على الوارد، خلي بالكم من هنا. نعم يا عبد الصالح امين كنت امينا في القليل اقيمك على صيد ادخل يا فرح سيدك. هنا نعم يا عبد الصالح كنت امينا في القليل فليكن ذاك سلطان على عشر مدن، لكن الثاني ما قالوش العبد الصالح قال له مناك عمل خمسة مناك أمناء فقال له أيضا كن أنت على خمس مدن يبقى إذن الترقية المكافأة كانت بحسب نسبة الايه الأرباح وهنا الترقية والمكافأة كانت بحسب النسبة برضو منسوبة للايه لرأس المال للكمية اللي اديتها لك واضحة الحتة دي رائعة جميلة جدا أنه عملها لنا بطريقتين لكن الاثنين فيها نفس المبدا لو عملتها كده بحاسبك على النسبه لو عملتها كده بحاسبك برضو على النسبه زي ما قلت ان المكافاه هنا متساويه المكافاه هنا غير متساويه بس حاجه 8 كمان بقى اللي عنده وزنه وعملش بيها حاجه خدوها وقال اعطوها للذي له عشر وزنات الخمسه وربح خمسه ده قالوا خدوها وادوها للي ربح عشر وزنات ليه بقى ليه بدي هنا مع ان ده ده 100% وده 100% ليه ما اديتهاش للي عنده اربعه؟ ليه اديتها للي عنده خمسه وجاب خمسه؟ هنا انت اديتها للي عنده 10 لانه طبعا اكيد ده عامل ارباح 100% 10000 يعني 1000% ودوك عامل 500% يعني 50% من الثاني دوت اكيد الراجل ده حق بيها مظبوط؟ لكن هنا الاثنين جابوا 100% ليه اديتها للي عنده 10؟ هنا ما تسألش السؤال اتسأل السؤال في لقى قال له انت ليه هتاخد دي ها خذوا منه المنه واعطوه الذي عنده عشر امناء فقال له يا سيد عنده عشر امناء فجاء الرد الذي له يعطى ويزداد والذي ليس له عنده طيب فين العداله هنا قبل ما نقول الذي له يعطى ويزداد فين العداله هنا الجزء الاولاني عادل لغايه دلوقتي صح فير ولا عندكم اي طيب هنا فين فين العداله هنا اتفضل قبل الاجابه كان في سؤال أيوة. ليه نعت العبد الاولاني في مثل لؤى بالصلاح نعم من أيوة العبد الصالح والامين والامين والتاني ما ادالوش نفس الصفه اه قصدك في المثل التاني بتاع تعالوا بتاع اه قال له عبد الصالح لان الراجل ده عمل نسبه اعلى من ده ولا لا طب هو كان جرب العبد التاني واداله اكتر وشافوا هيقدر ولا لا يبقى أيوة العبد التاني كان واخد قده عم انت مش واخد بالك ولا ايه لا لا مش كده اه لا هي كده <applause> في لؤى اخده قد ايه قد بعض كله قد بعضه اه ما نقول دي القصتين بيوريني العداله العداله طب عندي عنده سؤال في الحته اللي فاتت ديت لغايه لما طب اتفضل في في المثل الاولاني راعى فرق القدرات وراعى فرق كل حسب طاقتي كل واحد على قدر طاقتي طيب في المثل الثاني ما جابش ما ذكرش يعني هل هو افترض ان كلهم بنفس القدره مثلا او عشان يقول لي انت عايز تحسبها ازاي عايز كده اهي عايز تحسبها كده اهي وده مثل ان المس... المسألين دول بيقولوا نفس الحقيقه نقولها بيقولها بطريقتين على حسب هتفكر ازاي كده هتيجي كده كده هتيجي كده يعني هو قارن ما بين فرق القدرات وقارن ما بين ناس في نفس القدره ف بالظبط وشاف كده. كل واحد عمل. لو خدت قد بعضه هحاسبك على نسبه الايه؟ الارباح لو خدت مش قد بعضه هحاسبك على نسبه راس الايه؟ المال صح؟ روعة روعة يعني ما تخطرش على بال واحد انه يألف الكلام دوت وانه يجيب المثالين دول وكل منهم بيكمل الاخر هتبص لها كده صح؟ هتبص لها كده؟ سؤال تاني الامثلة اكيد ليها معنى الروحي تاني يعني ليها معنى الروحي لسه مش عارفه هنجي هنجيلها حدا. بقى الدروس طب, طب في الاولاني هو اداله خمسة وهو كسب خمسة عليهم فبيقوا عشرة فقال له عشان معاك 10 وزنات يعني فقال له انت نعم المهم ان هو قال له في الاخر ان هو معاه 10 يعني واداله ادى للاخير اداهم له اللي عنده 10 تاني يعني فهو الله حسب ادى الوزنه الزياده للي عنده 10 اه فهو الله حاسب دلوقتي ان هو باللي انا عملته واللي هو اداهوني ال 10 في ثاني اد... اه بيقول له يعني اخذ من الاخير خالص برده وادى للي عنده 10 برده بس هنا ما حسبش اللي هو اداهوني يعني هو حسب اللي انا كسبته اه يعني ما قالكش 11 يعني اه بالظبط فهو أو. هنا هيعملني باللي انا عملته بس يعني من غير من غير ما يكون هو مساعدته في التاني هيكون بيعملني بال يعني انت فاهم انا عايز اقول اه فاهم كويس قوي 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 السؤال المهم هو المثل بيتطابق تماما مع الحقيقه؟ <applause> اهو ده واحد من ال احنا عايزينها تبقى هي بالظبط كده في العالم الروحي هو هيحسب لي 11 ولا 10؟ <applause> ده مثل ده مثل عايز يقول معنى ها عايز يقول معنى عايز يقول العداله في الحساب مفيش خيار وفاوز خدتوا قد بعض يبقى المكافاه على قد الربح مظبوط خدتوا ما قدوش بعض يبقى المكافاه على حسب النسبه من راس المال مظبوط صح طيب ليه ادى ادى ده للي ربح عشرة عشان خاط الراجل ده فعلا يستاهل لكن ليه ادى الوزنه لل ابو عشر وزنات مش العشر منات ليه اقول ليه لما يكون عندك كتير وتجيب مئة في المئة من الكتير اصعب بكتير ما يكون عندك قليل تجيب مئة في المئة من القليل اصعب بكتير قوي يعني يبقى عندك موازنات كتير وعندك مسؤوليات كتير وتجيب مئة في المئة من المتوقع منك اصعب بكتير اسهل لك يبقى عندك قليل وتجيب مئة في المئة احنا دايما عايزين العكس اديني كتير عشان اربح كتير اصعب قوي اصعب قوي لو عندك وعظ وتعليم ومشورة وإدارة إنك تستثمر كل الوزنات دي في نفس الوقت في نفس الزمن في نفس العمر اللي أنت هتعيشه أسهل ولا إن يكون عندك وزنتين أو وزنة واحدة وتستثمرها طول الوقت أيهما أسهل؟ الأقل إحنا عايزين الإيه؟ الأكتر معني لما هتحاسب هتحاسب على الإيه؟ على النسبة فيبقى عندي اثنين واربح اثنين اسهل لي من ان عندي خمسه واربح ايه؟ خمسه فاللي خد خمسه وربح خمسه ده 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 قطع روحه تقطيع. اديله الوزن الزياده. فهمتوني؟ احنا بنحسبها بالعكس ما احنا في الواقع مش بالعكس. واضح في ال... المعنى هنا مهم ليه عمل كده؟ طيب نيجي للراجل العبد بقى ال... الاخفى دوت. بصوا العبارتين متشابهتين كده فخفت ومضيت واخفيت وزنتك لاني كنت اخاف منك لانك انسان صارم تاخذ ما لم تضع وتحصل ما لم تزرع فالاثنين خوف اللي بيحركوا الخوف الخوف من مين من سيده والخوف من مين من الفشل الخوف هو الدرايفنج فورس هو القوة التي تحرك هذا الإنسان فعمل إيه؟ فما عملش حاجة الخوف بيشل الإنسان بالذات لما أكون خايف من ربنا ورأيي في ربنا غريب جدا أنت إنسان صارم أنت إنسان قاسي في الحته التانية تحصد ما لم تزرع وتضع وتأخذ من حيث لم تضع انت, أنت 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 ظالم أنت قاسي وظالم وده رأي ناس كتير قوي في مين؟ ربنا إن ربنا قاسي وظالم بنسمع ناس تقول عن ربنا كده ولا صح؟ أصل ما يعرفوهوش اصلك ما تعرفوش انت خايف منه لكن ما تعرفوش انت لو تعرفه عمرك ما هتقول عنه كده ده أب حنين ورحيم وحنان ورؤوف طويل الروح وثق فيك وإداك اللي عنده وإتمنك على حاجة كبيرة قوي عشان تصنع بيها أمور عظيمة وما تقوليش قليل لان الوزن دي كميه كبيره قوي والمنه انت زيك زي غيرك صح كده شوف ده جاب خمس منات وده جاب عشر منات فانت زيك زي غيرك فمش لان عندك قليل انت ما اشتغلتش انت لانك خايف منه ولانك كسلان عشان كده قال له ايوه العبد الشرير لانك ما تعرفنيش ولانك كسلان انت مش عايز تشتغل أنت بتتحجج بدليل إن الحجة اللي قالها حجة مالهاش معنى، قال له طب خلاص أنت مش عايز تشتغل كنت خدت الفلوس دي وحطيتها فين؟ عند الصيارفة حطيتها في البنك حطيتها في كيس ليه وحطيتها في تحت البلاط ليه؟ كنت حطيتها في البنك فأنا أنا بزرع من حيث لم أحصد وباخد من حيث لم أضع، خلاص حطها في البنك أخدها معربة ما عملتش حاجة خالص، الناس دي تعبت وأنا خدت أرباحي مش هي البنك النهاردة حطها في البنك ولما اجي اخد الفلوس، انت مش عايز تشتغل. فانت العذر بتاعك يدينك، دينك. احنا بنقدم اعذار بتثبت ان انا بضحك على روحي، بضحك على ربنا. العذر اقبح من الذنب. يعني توضيح بسيط حضرتك شبهت الصيارفه بالبنك اه طيب هل الربا كانش في بنك زمان هل الربا هي الفوائد؟ اه الربا هي الفوائد ايه الصيارفه زمان؟ هي البنك النهارده بيشغلوا الفلوس في التجاره وبيدوك ارباح فالربا هي الارباح والصيارفه هي البنك بلغه النهارده هي ده بالظبط صح؟ طيب، نخل المشهد الأخير. نعمل إيه في العبد البطال ونعمل إيه في الناس؟ دي الحتة الأخيرة برضه عايزين نفك الاشتباك عشان بسرعة عايزين نقول إيه اللي اتعلمناه من هذا المثل. العبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. أما أعدائي في المثل الثاني أولئك الذي لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. عندي تعليقين جمال هنا قوي عايز أقولهم. التعليق الأولاني ده اللي ما يعرفنيش اللي بيخاف مني اللي ما بيحبنيش الكسلان هم؟ هتعمل فيه ايه؟ اطرحوه خارجا عذبوه بهدلوه حطوا السيخ المعمى في راسه وحموا النار وقلوه وشوه ودودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ في حاجة من كده دول؟ اطرحوه خارجا خارجا في ايه؟ في ظلمه. في بكاء، في صرير اسنان. العذاب انه بره، العذاب انه في الضلمه. العذاب انه مش عايزني. العذاب من رأيه فيا اني انا قاسي وظالم. هو مش عايزني. اطرحه خارجا. صح؟ ففكرة النار اللي وانا دايما اقول ما فيش نار <applause> يعني انا اقول ازاي ما فيش نار اقول ما اقول المثل ده ما بيقولش في نار طيب التانيين دول الذين لم يريدوا ان املك عليهم اتوهم واذبحوهم قدامي كويس ايه الفرق بين بقى القصه دي وبين داعش ردوا عليا فيش فرق ربنا داعشي ربنا في اليوم الاخير حياتي وبأولئك الذين لم يريدوا ان يملك ان يملك عليهم ويذبحهم قدامي واذبحهم قدامه صح كده هيعمل كده ردوا عليا ردوا عليا طيب ايه الفرق اشرحوا لي ايه بقى ده ايه مالكم بالنده كده ليه في ايه وصبتوا بصدمه ما حد سالك السؤال ده قبل كده <applause> لا انا اتسالت السؤال ده قبل كده الاجابه بسيطه قوي ده ايه ده مثل ده مش كلام ده مش تعليم ده مثل والمثل لا ينطبق مع الحقيقة دي الطريقة اللي هم بيفكروا بيها في ذلك القصة دي لما لو حصلت فعلا الراجل ده هيعمل كده قلب الاسد راح في غزوة لفرنسا رجع فرنسا لقى انقلاب عسكري يمسك القادة بتاع انقلاب عسكري يعمل فيهم ايه يعدمهم في القصه دي المثل ده من واقع الحياه بتاعتهم هم بيعملوا كده العالم بيعمل كده الناس بتعمل كده الناس بتعمل كده اللي في رايه فير ده انقلاب عسكري على الملك دي ثوره مضاده على الحكومه الشرعيه ده مش عارف ايه ايه, إيه هتعمل ايه, 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 ايه في 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 الناس دول هتقدمهم دول ناس خانوا الوطن هتعمل حتقدم فيها هتعدمهم ده 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 مش ده مش الدينونه ده مش اللي ربنا هيعمله مع الناس ده المثل ده المثل ده مش تعليق المسيح على المثل ده مش تفسير المسيح للمثل دي القصه الفعليه اللي ممكن تحصل في حياتهم في ذلك الوقت خدت بالكم اللي بقوله دي القصه احنا لسه هنطلع من القصه المعاني الروحيه اللي بعضها ينطبق من المثل وبعضها في المثل ده واقع الحياة الذي لا ينطبق على العالم الايه؟ الروحي لا ينطبق على العالم الروحي عشان كده قلنا كل مثل لازم ابقى عارف كويس قوي ان في حاجات منه تنطبق على العالم الروحي والتعليم اللي عايز يقوله المسيح في حاجات مادية من الواقع المادي من واقع الحياة الذي لا ينطبق على الواقع الايه؟ الروحي فهمتوني بقول ايه؟ نقطة مهمة قوي اتفضلي طب هو حتى لو مثل بس هو في بداية المثل ده قال ان هو راجل كويس ايه في بدايه المثل ده آه، قال ان هو راجل كويس شريف. اه اوكي بس في المثل اللي قبله ما كانش قال ان هو راجل كويس أي حتى عقابه كان ده؟ اقل اللي هو المثل بتاع بتاع متى هو بتاع يعني المثل بتاع, بتاع متى عقابه كان اقل من المثل بتاع لوقا اه بتاع متى عاقب العبد مع إن بس مع ان لوقا قال ان هو راجل كويس متى عاقب المثل بتاع لكن دوكا قال ده ملك وراح ياخذ سفاره ها ورجع لقى فيه انقلاب هيتعامل مع العبد والانقلاب ولا هيتعامل مع العبد بس؟ مع الاثنين وراجل كويس ملك زي كويس الفل هيسمح بالفوضى فدي من واقع الحياة المثل قصة من واقع الحياة لما أنا أسمعها من واقعي وقتها لازم أقول عندك حق آه صح ده اللي بيحصل مش كده يعني لو خدت مثل مش من واقع الحياة هقول له لا ما بيحصلش لازم يبقى اللي يتقال ده من واقع الايه الحياة آه لو ده حصل آه هيعمل كده هم اعترضوا على إنه هيعمل كده لا. لا ربنا بيعمل كده؟ لا بس الناس بتعمل كده اه بتعمل كده واضحه؟ طب احنا فاضل احنا لسه لب القصيد اخد لب بقى الموضوع ها؟ القانون اللي طلعنا بيه المبدا اللي قاله المسيح الرساله بتاعت هذا المثل هو ايه؟ كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه ودي موجوده في متى 13 برضو قالها تاني المسيح قبل كده من له فسيعطى ويزداد واما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منهم وفي في لؤة لان اقول لكم لان كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منهم وقالها برضو لؤة على لسان المسيح في 8 18 فانظروا كيف تسمعون ان من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه ايه الحكايه دي بقى ايه له وعنده قال خلي بالك يا بني آدم أنت في حاجات عندك عندك ربنا حطها عندك الوزنة دي ربنا حطها عندك ربنا اداها لك دي بتاعتك؟ لا زي في المثل اللي خدناه قبل كده إن كنا غير أمناء فيما هو للغير دي مش فلوسي دي مش حاجتي دي حد عملها إيه؟ سابها عندي ففي فرق بين اللي عندي اللي عندي اللي هي الوزنة اللي أعطيت المنة اللي أعطيت دي مش بتاعتي دي عندي لكن ايه؟ مش بتاعتي وفي فرق اني انا اشتغلت وشغلتها فربحت دي تتحسب لي عشان كده في فرق بين عنده وبين ايه؟ له واضحه؟ فرق بين كلمتين دول الذي له فالذي عنده يزاد لانه بيستثمره الذي له يعطى فيزداد الذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه يا تحفه ما حدش قالها غير المسيح والمثل ده بيجسدها اللي خد الوزنه اللي خد المنه اللي كان عنده وليس له فالذي عنده اخذ منه واعطي للذي له فبقى عنده اكتر عشان يشغله اكتر عشان يربح للملكوت اكتر احنا بنزعم من ربنا ما عنديش يا رب ما عنديش ما عنديش مو لان اللي عندك انت ما اشتغلتش بيه فاللي عندك عمال ينقص الذي له يعطى والذي ليس له فالذي عنده ياخذ منه انسان امين في خدمته وربنا اداله بركه في خدمته وربح ناس للمسيح ربنا يباركه اكتر لانه هيربح ناس اكتر انسان غير امين على البركه اللي ربنا ادهاله البركه اللي عنده بعد شويه هتاخد منه Is this fair? هل ده عدل؟ طبعا وغير كده ما يبقاش مش يبقاش عدل ويبقى حق وتبقى مصيبه انت بتاخد بكوش لروحك. ما بتشتغلش لصاحب المال، ما بتشتغلش ربنا، ما بتربحش ناس للملكوت، انت عايز لنفسك. واللي عندك ده مش بتاعك وعايزه لنفسك وتظن انه لك وتظن انه وهو ليس لك. فالذي عندك يؤخذ منك. ده مبدا يا جماعه في علم الطبيعه والبيولوجي البقاء للاصلح. اللي داروا نكتشف لكن البقاء الأصلح طبعا ده قانون في الحياة البقاء لا. طبعا ده قانون في الحياة لأن الذي له يعطى أزداد، والذي ليس له فالذي عنده هو بقاء الله طبعا ده قانون ده قانون والقانون مش عاجبنا مع أنه تمام مفهوش كلام مفهوش كلام ممكن نطلع الدروس المستفادة نتعلم ايه من هذا المثل العظيم والرائع كل واحد عنده وزن او اكثر كل واحد عنده منة او اكثر ما حدش ما عندوش صح ما حدش ما عندوش اتفقنا حد فيك يقول ما عندوش مشكله اني استقل اللي عندي مع ان اسهل أني اللي عندي قليل واربح بيه من أني يكون عندي كتير واربح بيه مشكلة إن الاعذار الواهية. انت ما تعرفوش، انت مش بتحبه، انت كسلان. ايها العبد الشرير والكسلان. الاعذار واهية. المهم النسبة مش الكم. المهم النسبة مش الكم. المهم النسبة مش الكم، ربنا بيحاسبني عن النسبة مش الكم. الذي أعطي كثير يطالب بأكثر. الذي أعطى قليل يطالب بأقل دي مقولة في الكتاب المثل ده بيقولها نصا بيقولها نصا which is fair اللي هو منتهى العدل الوزنات اللي عندي بحسب استطاعتي ربنا مش عايز يحملني فوق ما استطيع شخصيتي وتماسكها وتكاملها هو اللي بيخلي ربنا يقدر يديني يشيلني اكتر ولا لا لان ربنا خايف عليا وهيحاسبني على عن النسبه فما تغيرش من اللي عنده كتير الراجل ده غلبان ربنا ما ادكش كتير عشان مش عايز حل... عشان طاقتك قليله لكن لو اشتغلت وربحت وطاقتك زادت هيعمل ايه هيزود اللي عندك فلا الكره فين في ملعبك فرق هنا بين العبد الشرير وبين الشعب الرافض انا عندي عبد شرير يظن انه في بيت الاب بينما هو مش في بيت الاب هو عبد شرير وبين الشعب اللي بره المتمرد على ربنا ده معناه ان في ناس جوه الكنيسه جوه الملكوت مش ابناء عايشين بمنطق العبيد زي قصه الابن الضال الكبير مظبوط فطول الوقت المسيح عمال يتكلم عن النوعين دول يتكلم عن اللي جوه بس هو مش جوه اطرحوه خارجا وبين اللي بره اللي رافضين ربنا ففي جوه رافضين ربنا وفي بره رافضين ربنا في الاخر اللي جوه واللي بره دول مصيرهم في الخارج في الخارج انت مش عايزني خلاص انا مش هجبرك انك تعيش معايا مش هجبرك انك تكمل معايا ابديه انت في 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 فتره زمنيه وجيزه رفضت انك تعيش معايا وخايف مني مش واثق فيا خلاص انطلق أسئلة اتفضلي في الحلقتين اللي فاتوا خدنا كان الرب بيقول المثل وبعد كده ممكن يشرحه زي ما خدنا في مثل الزارع ومثل قاضي الظلم أو وكيل الظلم وكيل الزلم. آه، اوكي فجينا النهارده خدنا المثل انا الحته اللي هي بتاعت اخر ايه دي اللي احنا معتبرينها جزء من المثل وملهاش تطبيق في الحقيقه مضايقاني يعني احنا خدنا المثل وبعدين قلنا بعد كده شرحناه اللي هو الجزء بتاع من له فليعطى ويزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه فاحنا خلاص شرحنا بعد كده هنضيف جزء من المثل فانا مش يعني, يعني ايه؟ يعني كان ممكن ما يجيبش اخر ايه دي خالص اللي هي اخر ايه في متى واخر ايه في لوقا اللي هي الجزء الاخير اللي هو اطرحوهم في الظلم يعني بعد ما شرحنا هنيجي نعتبر الايه الاخيره جزء ما من ما شرحناش هو ما شرحش ده يعطى ويزداد ده ده جوه المثل فاكر ده شرح المسيح؟ لا، المثل ده ما شرحوش خالص، هو عايز شرح؟ مش عايز بس يعني قصدي كأن ده كان ده الهندل... هو ما شرحوش خالص. المثل الأمثلة الواضحة شرحها، ده مثل واضح تماماً. أوكي. أصلي. فمن له يعطى ويزداد، ده لما العبيد قالوا له قالوا للسيد مش للمسيح. يا سيد له عشرة أمناء، هتديله تاني ازاي؟ ده عنده عشرة. هم 11 إيه؟ عشان انت كنت زعلان فده عنده عشرة ما هو الذي له عشرة ممكن خدنا بقى الأولانية اللي نديناها ف فقال لهم الذي له يعطى وازداد والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه ده لسان مين؟ السيد جوه ايه؟ المثل فالمثل لسه ايه؟ مكمل احنا ما شرحناش أوكي. انت افتكرتي ده شرح المثل صح؟ لا ده أستيت. مش شرح المثل أوكي. المثل ده لم يشرحه المسيح لانه مشروح جوه تماما المسيح. طيب برضه عندي جاوبتك؟ اه الحمد لله عندي يعني قصه تشبيه ربنا بداعش لانه بيدبح او العهد القديم والكلام ده انا عندي مشكله فيه لانه فرق انه واحد يعني فرق الفعل بين رد الفعل يعني دلوقتي لو جه جي جيش ما وضرب داعش لانها بتموت الناس بغير حق العالم كله هينبسط لان في حق استرد لان حد عاقب داعش دول اوكي فانا عندي مشكله ان احنا نشبه ربنا بيهم طبعا لانه حتى لو كان هو هيطرح العبد الكسلان ده في الظلمه الخارجيه ده حق. حق ده, عدل ده عدل. طبعا فخلاص ليه احنا بن ليه ليه بنحط اي ذبح تحت التشبيه مثلا انه ليه ربنا بيذبح او ليه ربنا بيعمل كده؟ لان ربنا مش بيدبح. يعني ربنا بيطرح في الظلمه الخارجيه. ربنا مش بيدبح. لكن الملك بيدبح، ربنا مش محتاج يذبح؟ لا ما هو هو اساسا مش هيبقى جسد عشان يدبح يعني بالظبط كده فاذا ده تعبير يتعلق بواقع الحياه اللي هم عايشين فيها الطريقه الداعشيه في التفكير الطريقه الانسانيه في التفكير الحروب بين الناس فيها ذبح مظبوط لكن دي مش طريقه ربنا مش محتاج يذبح فعشان كده بقول ده مثل هم ما اعترضوش عليه لان ده واقع الحياه في التطبيق الروحي ربنا مش بيعمل كده مش محتاج يعمل كده الاقرب للتطبيق الروحي هو اطرحوهم خارجا.. أنت مش عايزني.. أطلقك.. <applause> سؤال تاني.. تفضل.. بعدين هاجي لحضرتك.. في حاجة هنا أنا عايز أفهمها لإما أحس إن مش فير يعني.. اه 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 اوكي اي حاجة مش فير اتخانق فيها معايا طيب. في لازم ابقى مقتنع في ربنا فير ولا مش فير في متى رأينا النسبة والتناسب والقدرات اديته أيوة. خمسة كسب خمسة عشان قدرته كده اديته اتنين كسب اتنين عشان هو استطاعته كده كويس طب ما راعيناش ده فلقة انا وزعت بالتساوي فاديت واحد كسب عشرة، مم. اديت واحد كسب خمسة مم. فانا عدت الواحد بالصلاح الحتة السؤال اللي سألته من شوية بالزبط. نعم من أيها العبد الصالح طب انا ما من اول القدرات النسب. التاني ما النسب الثاني ما اديتلوش نسبه الصلاح ما نعيتوش تمام تمام آه يعني آه طبعا ما فيش مثل يتطابق مع الحقيقه تماما لكن همشي معاك كويس هم خدوا قد بعض طبقا للمبدا الاولاني اذا قدراتهم قد ايه مفترض قد بعض بس خلاص <applause> طب ما هو انا من البدايه ما راعيتش القدره ما انا بقول لك زي بما ان اداهم قد بعض بناء على المبدا ان ربنا بيديني قد قدرتي اذا قدرتهم هم قد ايه العشرة دول مفترض كده ان ربنا افترض او 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 افترض هو ربنا عارف ولا مش عارف ولا مؤاخذة الشريف الشريف اللي وزع السيد, السيد السيد الشريف اللي وزع افترض ان هو عارف ان عبيده كده قدرتهم قد بعض عارف ان العشرة دول قدرتهم قد بعض الدوم قد بعض انا كدارس افهم كده سأفهم كدا منين ما من النص <applause> مش واضحه ان السيد الشريف لما اداهم غير بعض قال كل بحسب قدرته اذا خدت المبدا ده وحطيته في لوقة عشان كده الاثنين تحطهم جنب بعض الامثال اللي زي بعض بحطها جنب بعض المعجزات اللي جنب بعض بحطها جنب بعض انا لما بوعظ اي وعظه حتى في حته بقول ذكرت في كذا وكذا وبحطهم جنب بعض ليه عشان المبدا عندي كده قارنين الروحيات القرينه بدور على القرينه هي فين اتقالت دي تمام لأنه بيكمل المبدا فلو المبدا هو كل بحسب قدرته يبقى لما باخد قد بعضي يبقى اذا قدراتنا احنا ايه مفترض قد بعضها قد بعض انا اللي انا اللي كسلان انا اللي كسلان عشان كده المكافاه كانت مختلفه بالعكس جمال اللي بتحطهم الاثنين كده بص بتفهمك الاثنين صح؟ لو خدت واحده لوحدها هيبقى عندك اسئله كتير قوي، الثانيه لما بتحط جنبها تبرز المعنى بتعوض النقص بتاع الثانيه بالظبط، اتفضلي ليه خد الوزنه واداها للعشره ما اداهاش للي جاب خمسه؟ عمل كام في الميه بالنسبه للاولاني؟ هو عمل 50% من ربح الثاني بس هو يعتبر برضه جايب 100% من مجهود اللي هو جاب عمل... 500 في 500% اوكي بس اذا بما ان في واحد جاب 1000% يبقى كان ممكن لانه سافر مده طويله فكان عنده وقت كتير يشتغل بما ان في واحد جاب 1000% يبقى ال 500 دول مش صالح قوي الراجل ده ها كسلان شويه اكافئ ده زي ده اه لا اكيد اولا اقام ده على 10 مدن ده على خمس مدن صح وفي بونص زياده الراجل ده بيجيب ارباح اعلى استثمر عنده ولا استثمر عند الارباح الاقل من ناحيه الاستثمار اوكي أه هفكر زي زي ما زي المثل كده بالظبط انا شخصيا ما هي المثل ده استثمار فلازم امشي بقانون استثمار. في الواقع الروحي, الروحي في الواقع الروحي ربنا بيعمل كده بيعمل كده وبنزعل مع ان ده قانون الاستثمار ظلم ابو خمسه اداله خمس مدن ولو حد ده ولا حد ده هكافئ الاعلى ولا لا اكيد طيب احنا بصوا يا جماعه خليني اقول الحكايه دي احنا هنروح السما بالايمان هنروح السما بنعمه المسيح هنروح السما لان ادينا حياتنا وابننا المسيح مخلص شخصي لكن المكافأة في السماء قد بعض؟ لا. ده اللي بيقول المثل ده. مكافأة قد بعض؟ لا. لا ويبقى انفير. ويبقى ليه واحد زي بولس يعني يعيش الحياه اللي عاشها ديت وكم مره انكسرت بيه السفينه وكم مره في الاعماق واختار لصوص وكم مره ضربت بالعصا وكم مره جلدت وكم مره مش عارف ايه وكم مره في السجن وكم مره في السجن وواحد متدلع زيه، ناخد نفس المكافاه؟ دي عدالة ربنا النعمة بتدخلني السماء مجانا النعمة بتديني حياة أبدية مجانا لأني حبيت ربنا وعشت معاه لكن المكافأة تبقى متساوية وده اللي كنا بنقوله بقى في المثل بتاع الوكيل الظلم اعمل لاخرتك صح؟ يعني بص لقدام انت رايح السماء ماشي فكر في المكافاه كن امين في القليل اللي عندك يقيمك على الكثير انت عايز تدلع ومتبقاش امين في القليل تخش السماء ماشي امنت بربنا وحبيته وعشت معاه وكملت لغايه الاخر ودخلت السماء المكافاه قليله تزعل ما انت اللي جبت روحك ما انت اللي جبت روحك ما انت اللي جبت روحك هتزعل من واحد يكافئ أكثر منك ما انت اللي جبت روحك على قدر ما كان امين ومجتهد في الـ في الـ في اللي عنده او في اللي خده من من سيده على قدر ما كفئ. ما هيكافر. ها وعلى قدر ما انا هنا امين ربنا بيحط بيديني زياده فالمبدا ده هنا وهناك الذي لو يعطى فيزداد الذي ليس فالذي عنده يؤخذ منه فاهم؟ والمكافاه هناك على حسب انا اشتغلت قد ايه هنا واستثمرت حياتي للملكوت مش لنفسي المشكله ان في ناس بتظن انا هروح السماء باعمالي لا وفي ناس بتظن بان رايح السماء يبقى كلنا زي بعض هناك لا دي لا ودي لا انا بروح بنعمه المسيح الغنيه لاني قابلته في حياتي مخلص ورب وعشت مع المسيح وحبيته لكن المكافاه هناك بناء على الاستثمار اللي انا استثمرت بيه الوزنات والمواهب ووقتي وحياتي لمجد الله فاشتغلت لصالحه مش لصالحي مش كده بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء حوش فوق ما تحوش هنا في ناس حوشت كتير فوق وفي ناس ما حوشتش كتير دخلت لقت البتاع الحساب فاضي لكن العبد الشرير ده اللي كان مفروض عبده كان مفروض خادم عنده اللي, خايف منه مش بيحبه رأيه انه ده قاسي ده مش ابن خالد ده ما يروحش الملكوت خالص ده يطرح فين خارجا روعة الآن المسيح روعة ومنتهى العدل وغير كده يبقى ظالم زي ما كان رأي الراجل الأولاني غير كده يبقى هو ظالم مظبوط عزيزي المشاهد أحبائي أشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى ربنا يحفظك امين فيما اعطاك اياه امين